المواطنات بكفي ظلم بكفي ظلم. في ناس الأسطين بتعاني، في ناس أهل أبنك إلى تلوان ما ظبطها. وينك يا معالي الوزير؟ وينك يا معالي الوزير؟ وينك يا معالي الوزير؟ أنا اسمي منانة بحر، من مؤسسين حركة لم الشمل حقي. اليوم اعتصامنا 30 بالمطالبة بالهوية ولم الشمل وتغيير العنوان، وكمان اليوم انضاف لنا للخارجي، أشخاص من الخارجي. سبب اعتصامنا اليوم هو شغلتين. السبب الأول عشان نهني أنفسنا ونهني أمهاتنا بعيد الأم وعيد المرأة اللي هو هذا الشهر شهر أذار، وكمان في شهر رمضان جاي في الطريق إن شاء الله، كل عام وهم بألف خير. كل نساء العالم تحتفل ونساء فلسطين إلا أمهاتنا، لأجلها ها هنا نعتصم. وكمان نقطة، إحنا اليوم جينا نعتصم كمان لأجل الكلام اللي أحكى معالي الوزير قبل أسبوعين، أحكى إنه في دفعة بالآلاف ستعلن مباشرة في الأسبوع هذا، لكن ضلنا متابعين للصفحات وللأخبار، ما فيش أي خبر ممكن يتكلم في هذا الموضوع، ولم يتم إعلان الدفع على الآن. فإحنا جايين اليوم عشان نعرف ونفهم شو اللي قاعد يصير، شو سبب التأخير، هل هو سبب من عند الاحتلال؟ إحنا دائما دعم وسند لوزارتنا، وأي شيء لأجل القضية الفلسطينية وأي شيء لم الشمل يعتبر قضية مثل القضايا الفلسطينية كلها، هو حق ولازم ينعطى له اهتمام أكبر من الاهتمام اللي هم عطى له الحين. هذا حق ومش مطلب، لازم يتحرك يتحرك المسؤولين، يتحرك الرأي العام، يتحرك المؤسسات الخارجية كمان تدعمنا. هذا حق وليس مطلب، وبعون رب العالمين لو باقي فقط واحد ما استلم هويته رح نضل مستمرين في حراكنا وفي اعتصامنا لآخر هوية بعون رب العالمين، ويرجع الحق لأصحابه.